ميلتون عندي الكيلو، علبة زبالة. الكيلو ب160 عند تيتا، 160 الكيلو، ب160، 160 غلي 10 جنيه. ده ميلتون الكيلو ب60 جنيه، ب160 الكيلو، ب160 عند تيتا ام ملك. عندها اشكال حلوة اهو زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله الالوانات كلها. ده كله 160 جنيه. ده 160، حلو قوي. ده كمان 160 الكيلو، ب160. ده كله فين؟ عند تيتا ملك. ده عرضه كام يا ملك؟ مترين. يعني السويت شيرت ياخد قد ايه؟ متر. والمتر، المتر يجي قد ايه؟ اه المتر ونص من الفتت دوت بيعملوا 800 جنيه. المتر ونص، المتر ونص يعمل 80 جنيه 800 جرام. كيلو ولا 200؟ حلو قوي. ده متر ونص، ما شاء الله جميل. ده بكام؟ شايفين الخامات حلوة قوي، شايفين الحاجات دي لطيفة، بتاعتها تعملي بجامة تحفة. الكيلو بتاعها ب160 طبعا، من تيتا ام ملك اهي بتصبع عليكو. الله، دي جميلة. دي بكام دي؟ ايه؟ فين اللي بيبيعوا المشمع؟ المشمع البلاستيك قطيفة دي الكيلو ب180، كيلو 180 تعملي بجامة تحفة. الكيلو يطلع قد ايه من عندها؟ مترين؟ مترين. شايفين الحاجة؟ في منها الوانات؟ فصل سادة، وفي الكشمير، وفي الرمادي. افرضي كده الرمادي بتاعها، ولا كيلو ب180؟ حلوة اوي الكيلو ب180. ده كله فين؟ عند تيتا ام ملك، عندها حاجات حلوة اوي النهاردة. ده الكود بكام؟ الكود ده يا حاج بكام؟ الملتر ب160. بكام ده؟ 160. السويره والرقبه. هيكون هاتي الوانات كده، ارفعها كده. حلو قوي، الخامه بتاعته تقيله قوي ما شاء الله. حلو قوي. ده شايفين الحاجات دي كلها فين؟ عند تيتا ام ملك، عندها. الكود ده ب160، 160. ومكمل ميلتون من هنا. صباح الخير يا محمد. 160 الكيلو، ب160. ده عرضه كام ده يا حاج؟ عرضه مترين، والكيلو بيعمل مترين. عرضه مترين والكيلو بيعمل مترين، يعني الترنج ياخده قد ايه؟ الترنج مترين وربع. ما شاء الله عنده حاجات حلوه. والفرو ده بكام؟ 160 الكيلو. ده فرو الكيلو هنا ب 150 بس. 150. 150. طب ما تيجي طب ما تيجي تفرد معايا انت عشان اطلعك بقى، عشان هي مش هتطلع. اوعي اوعي يا منى. بكام ده يا محمد؟ 150. 150 المتر. الحاجات دي على فكره ال 150 بالكيلو، بالكيلو 150، كيلو 150. في منها الوانات اهي، الكيلو ب 150. حلو قوي ده، ماشي. غيره هات الاسود كده. الكيلو ب150. حلو قوي، دي جميل. الكيلو ب150. مية وخمسين ما شاء الله. ومن هنا بكام؟ هنا ب100. هنا الكيلو ب100. بيطلع من ابو 160. والله هو ده الميلتون ده اللي هناك؟ هو ايه، هو اللي هناك. متاكد؟ معلم دي اللي هو هناك اهو. هو في دفعات؟ ما هي دي العيوب اللي بتطلع من الشغل اللي هناك. حلوة أوي، دي جميلة. هي دي وسخة كده تطلع يا محمد؟ تطلع يعني. دي فاتت ايه؟ دي فاتت 100. ده كله ده 100. ده الكيلو ب100. ده بقى يقلبوا فيه في حاجات كتير. افرد ده كده يا محمد. ده الكيلو ب100. ده كله فين؟ عند تيتا ام ملك. حلوة أوي دي، كيلو ب100. ماشي. أيوة ده كيلو ب100. وفارو عندهم مش ميلتون حلو، عندها حاجات حلوة. والكود كمان ب160، عندها جميع الألوانات. الكود
عندها الكود بجميع الوانيته. حلو قوي الكود بجميع الالوانات كلها. الكيلو ب160 جنيه ما شاء الله، عندها الوانات تحفه. شايفين الاشكال دي كلها فين اهي؟ امال ده بكام؟ ده الكيلو ب160. الكيلو بيعمل مترين. ده كله 160 حد الاخر، ده كله 160. ده كله فين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوا ان شاء الله الفيديو القادم.